ولمزيد حول تطورات المشهد السياسي في مالي نتابع هذه القراءة مع الخبير في الشؤون الغرب إفريقية إسماعيل ولد الشيخ سيديا متحدثا للزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية مدينة. الوزير الأول الجديد مختار ون هو ستيني من رجال الدولة حديثي العهد بالخدمة العمومية، ينتمي للوسط وتعيينه هو جزء من التوازنات الداخلية المالية، ولكنه أيضا مغازلة لسيدياو من أجل استكمال شروطها حتى ينفك الحصار عن مالي. وأعتقد أن الجولة المقبلة من المحادثات بين سيدياو ومالي المتعلقة بالأجندة الانتخابية وبخطوط العريضة للشراكة مع الحكومة الانتقالية ستكون بعد رفع العقوبات كليا، لكن أيضا مختار سيلعب دورا كبيرا في إقناع الأمريكان والفرنسيين بجدية المرحلة الانتقالية في مالي وبالإقلاع عن العقوبات الأوروبية والعقوبات الأمريكية التي تلت الانقلاب، وقد ينجح في ذلك إذا نجح في كسب ود قادة السيدياو.